أتواجد الآن أمام إحدى التكيات المركزية في مدينة دير البلح. هذه التكية تقدم الطعام مجانا لما يقارب من ربع مليون نازح في هذه المنطقة، ولكن في مدينة دير البلح ما يقارب من مليون نازح يتلقوا المساعدات ويعيشوا على ما يصلهم من مساعدات، سواء كان من هذه التكية التي توزع الطعام مجانا أو من محطات تحلية المياه. الحمد لله بنقدم إحنا الوجبات غدا من أول الحرب، الحمد لله رب العالمين. الناس توقف من أول الصباح حتى تنتظر الوجبة هذه، وحتى صرنا نقدم وجبات عشاء إن شاء الله، فالناس مش لاقي أكل يعني سبحان الله. يعني هذه العائلات تنتظر منذ ساعات فجر هذا اليوم حتى ساعات الظهيرة الآن من أجل الحصول على وجبة الغذاء هذه المقدمة من هذه التكية التي تقدم الطعام مجانا. والله إحنا بنستنى هنا يعني تقريبا 4 ساعات، بنيجي من 9 بنكون هنا وبنستنى لحد التسليم يعني للـ 11:30 تقريبا، وأنا أفراد أسرة 14 نفر. والله جايين ناخذ طبيخ ناخذ أكل، والله مننزل 3-4 ساعات بنقعد، وأنا ساكنين يعني خيمة بعد الأقصى كمان يعني قرابة صلاح الدين خيمتي، بنيجي كل يوم يعني تقريبا نصحى من النوم من 8 عشان نطلع نيجي هنا نقف، والله الوضع صعب على الآخر يعني. يعني هذه العائلات كلها سواء كان من السيدات أو من الأطفال أو حتى من الرجال ينتظر هنا لعدة ساعات صباح كل يوم من أجل الحصول على وجبة الغذاء لأطفالها وعائلاتها الموجودة داخل الخيام. نتحدث هنا عن شارع الرئيسي يكتظ فيه ما يقارب من مليون نازح في مدينة دير البلح، باتوا يعتاشوا كليا على ما يصل إليهم من مساعدات سواء كان من التكيات الموجودة في مدينة دير البلح أو من خلال محطات تحلية المياه التي تقوم يوميا بإرسال المياه لهذه العائلات بشكل كامل. نتحدث عن وضع معيشي صعب في ظل توقف المساعدات بشكل كامل عن هذه العائلات الموجودة في مدينة دير البلح. نتحدث عن توقف لأكثر من شهر تقريبا، المساعدات متوقفة كليا والجميع هنا بات ينتظر فقط ما يصل من مبادرات وتكيات ومساعدات من أهل الخير في ظل منع الجيش الإسرائيلي إدخال شاحنات المساعدات إلى مناطق جنوب قطاع غزة، وهي المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان والعائلات النازحة، وبالتالي وضع كارثي في ظل يعني إشغال المواطن بشكل يومي في همومه اليومية سواء بالحصول على الطعام أو على المياه أو على الأدوية. أسامة الكحلوت لقناتي العربية والحدث من غرب مدينة دير البلح.